العاطفة لا شك لا بد لكل شيء من عاطفة، يعني لو ماتت العاطفة ما صار الإنسان. العاطفة تحمل الإنسان على التقدم فلا بد منها، لكن تحتاج إلى ضبط وميزان، إلى ضبط وميزان. فمثلا إذا كان الإنسان مثل ما رضي عن المجتمع، ما رضي عن الحكام مثلا، وعنده انفعالات كبيرة، نقول اصبر، أنت عندك هذه الغيرة، عندك هذه العاطفة، حبا للانتقام أو حبا لإقامة الشريعة. إن كان حبا للانتقام فهو هالك، وإن كان حبا لإقامة الشريعة قلنا تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر إلى هذه القرون الثلاثة المفضلة كيف تعامل الحكام، مع أن في حكامها في ذلك الوقت من بعد الخلفاء الراشدين ما ينكر، ومع ذلك كانوا يعاملون الولاة بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فنبين له، نبين معاملة الإمام أحمد رحمه الله للمأمون وغير المأمون ممن ابتلوه وآذوه. ننظر إلى شيخ الإسلام أوذي أو آذوه الحكام، وانظر كتاباته إليهم، تلطفه معهم، نبين هذا السبب. وهنا في ظني إذا كانت عاطفته لله عز وجل سوف تهدأ، أما إذا كان لحب الانتقام فهذا هالك بلا شك.